طبعا احنا حريصين طبعا نجيب ابطالنا زي ما شايفين كابتن محمد شعبان في كاليفورنيا وبيستعد بقوه لمستر اولمبيا، وزي ما قلت لحضراتكم السنه دي في وجود فريق يعني بيرعاهم وبيذلل لهم الصعاب ويفكر معاهم. النهارده في خمسه بيشاركوا في مستر اولمبيا، صدقوني خمسه من 30 لاعب زي ما قال كابتن محمد شعبان دلوقتي، والسنه دي في 30 لاعب بنعرف اخبار يعني يمكن حصر يمكن الناس ما اتكلمتش فيها. البطوله اللي فاتت كان يمكن 16 او 15 لعيب، النهارده بنتكلم في 30 لاعب كمال اجسام مشاركين في بطوله مستر اولمبيا، وده رقم كبير بيدل على قوه المنافسه. وطبعا انا عايز اقول لكم الفروقات بتبقى بسيطه، الكل بيشد وكل بيتمرن بشكل كبير. احنا عندنا خمس لاعبين في اوزان ثانيه غير الوزن المفتوح اللي حضراتكم عارفينه، محمد شعبان بيشارك فيه، بيشارك فيه بجرامي حسن مصطفى، ولكن في وزن 212 بيشارك فيه طبعا لاعب مصري، وايضا فيزيك بيشارك فيه لاعب مصري. يعني في اوزان اخرى في مستر اولمبيا مش بس الوزن المفتوح، يمكن اشهرهم على الاطلاق في مستر اولمبيا هو الوزن المفتوح، زي البوكس، زي حالها كحال الالعاب كلها، الوزن الثقيل هو الوزن اللي بيبقى دايما متابع بشكل جيد. عندنا لعيبه ثانيه، بيج رامي طبعا بيستعد بقوه جدا، هو دلوقتي في دوله الامارات العربيه الشقيقه، وعندنا ايضا حسن مصطفى موجود في كندا وبيستعد بشكل كبير للبطوله. في الاخر كله طبعا شهر او حاجه او شهر ونص او شهرين على البطوله، الموضوع قرب جدا. طب احنا جاهزين يا جماعه بكابتن حسن؟ لسه. طيب عايز برضو اقول بعض الامور اللي حضراتكم لازم تبقوا عارفينها، انه ممكن يكون رقم الخمس لاعبين المشاركين في مستر اولمبيا، لا قد يكون الرقم اكبر من كده. يعني عندنا خليني اقول لكم على طبعا محمد شعبان، حسن مصطفى، محمد امبابي في وزن 212، وعندنا احمد شكري في الفيزيك، دول الخمس لاعبين اللي بيشاركوا. وورداني اللاعب السادس عنده مشاركه جايه، لو نجح يتوفق فيها هيطلع مستر اولمبيا يبقى اللاعب السادس. يعني بقول لكم خمس لعيبه حتى الان والرقم يعني معرض للزياده، وزي ما قلت لحضراتكم ان اللعبه دي يعني بتلقى رواج كبير جدا داخل يعني او ركه الشباب هنا في مصر وبره مصر. كل اللعيبه حتى محمد شعبان، حتى لو دخلنا على صفحه حسن مصطفى على البيج رامي هتلاقي ملايين الملايين من كل العالم بيتابعوه. فاذا هم رياضه متابعه بشكل جيد، والرياضه بتحط فيها بزنس كبير جدا وبقت صناعه دلوقتي، وفيها نجوم كبار جدا يعني شاركوا فيها، او نجوم زي ارنولد شوارزنجر اللاعب الكبير، وايضا الممثل كان احد ابطال وليه بطوله باسمه الحقيقه ارنولد في امريكا، وايضا روني الحقيقه اللي اتصاب واتعرض لاصابه شديده ويعني خليته بعد كده بعد، بس ده كان يعني بطل مستر اولمبيا يمكن 8 سنوات بعد كده. طيب زي ما قلت لحضراتكم هي في ثلاث اوزان، الوزن المفتوح و212 وفيزيك، ودول الثلاث اوزان اللي بيتلعبوا في مستر اولمبيا، وكل دول بيبقى لهم منافساتهم. البطوله بتتلعب في 3 4 ايام، طبعا كل لعيب من دول بيعرض نفسه بشكل جيد. اللعيبه دلوقتي بدات تحط التاتش الاخير او بتبين او بتعمل فيديوهات بسيطه بتعرض نفسها، بتوصل بتشوف وصلت لفين، لان الفيديوهات دي بتتابع من لجان التحكيم. مش بيبقى اللعيب ما بقاش اول مره تشاف على الستيج هناك في امريكا، ولكن بيكون متشاف قبل كده. وزي ما شفنا من محمد شعبان دلوقتي انه الحقيقه البطوله هتبقى منافساتها قويه جدا. بيج رامي هو اقوى المرشحين للفوز بيها طبعا، لان هو ما شاء الله وصل لفورمه جيده جدا جدا، ولكن ده ما يمنعش ان اللعيبه المصريين جاهزين وبيستعدوا بقوه. وفي الناحيه الثانيه في لعيبه امريكان هم طبعا نجوم هذه اللعبه، في لعيبه من كل حته في العالم، في لعيب ايراني جيد، في لعيبه امريكان ايضا بشكل جيد. يعني عندنا كل الامور دي هتبقى في مستر اولمبيا هذا العام. وخليني اقول لحضراتكم تاني انه ازاي بيتاهل اللاعب لمستر اولمبيا. مستر اولمبيا بيبقى فيه بطولات على مستوى العالم، بتبقى مثلا زي مثلا بطوله مثلا يعني اورلاندو برو، اتعمل في مصر في فتره من الفترات بطوله محترفين هذا العام، وتاهل منه الاول ايضا لمستر اولمبيا. اللي بيلعب بيتاهل لمستر اولمبيا على طول اول، ولكن كل ما بتشارك كل ما بيبقى عندك فرصه. طيب يا اما بتتاهل كاول يا اما بتجمع نقاط، ولكن تاهلك من تجمع النقاط هو موضوع صعب جدا. فانت لما بتاخد اول بتتاهل على طول دايركت وبترتاح، انما لما بتخش بالنقاط بيبقى الموضوع صعب. وعايز اقول لكم ان اول لقب خده بيج رامي اتاهل كده، بيج رامي ما كانش هيتاهل، راح بطوله في اسبانيا. عايز اقول لكم حجم المعاناه اللي بيتعرضوا لها اللعيبه او بيعانوا منها، بيروح راح بطوله في اسبانيا تيست كورونا، عنده كورونا ما لعبش، اتاهل بوايت كارد، راح على مستر اولمبيا اول مره سنه 2020 فاز بيها، في يعني في مفاجاه كانت كبيره جدا حتى لينا كمصريين، انه لاعب ما كانش متاهل اصلا بعد كده اتاهل يعني بزي وايت كارد او دعوه وراح خد البطوله. السنه اللي وراها طبعا بيج رامي عمل اسم جيد وقدر يكسب يعني ثقه المحكمين بشكل كبير، فاز بيها المره الثانيه، ان شاء الله المره الثالثه يا رب ان شاء الله بيج رامي ربنا يوفقه، وكل اللعيبه المصريين نتمنى لهم التوفيق. طب احنا جاهزين يا جماعه ولا لسه؟ طيب
خلاص احنا ان شاء الله برضو هنحاول عبر تطبيق الزوم ان احنا نجيب معانا طبعا احد اللاعبين المصريين النجوم في هذا المجال حسن مصطفى، واللي دي هتبقى مشاركته الثانيه في مستر اولمبيا، يعني بنرتب المداخله معاه وهنعرف منه اخر الاستعدادات. بس حسن مصطفى بيستعد من كندا، محمد شعبان كان بيستعد من الولايات المتحده، وعندنا طبعا حسن مصطفى بيستعد من كندا. كل اللاعبين دلوقتي بتستعد بشكل قوي جدا. طيب جاهزين احنا يا جماعه؟ طيب معانا عبر تطبيق الزوم احد طبعا لاعبينا في كمال الاجسام من كندا عبر تطبيق الزوم، كابتن حسن مصطفى. اهلا بيك يا كابتن حسن. اهلا بك يا غالي حبيبي. طبعا بنبارك لك التاهل لمستر اولمبيا، دي مشاركتك الثانيه، يعني نتمنى ليك ان شاء الله مركز متقدم يعني وتنافس على الميداليه دي، طبعا حقك المشروع. يعني شايف ان شاء الله مشاركتك ازاي وشعورك ايه في البطوله اللي جايه يا كابتن حسن؟ الله يبارك فيك يا رب. طبعا الميداليه محجوزه اساسا لرامي، ما شاء الله المستوى اللي عامله ما شاء الله مستوى جامد جدا. وانا واحد من الناس اللي متوقع لرامي ان هو مستر اولمبيا كذا سنه قدام، يعني ما شاء الله، يعني انا واحد من الناس اللي متفائل لمستر رامي مستر اولمبيا كذا سنه قدام. فانا بسعى ان انا ان شاء الله اكون جوه الخمسه في مستر اولمبيا السنه دي باذن الله. جميل يا كابتن، وخليني اقول لك انه السنه دي انا عرفت ان في 30 لاعب مشارك يا كابتن حسن، مظبوط؟ يعني اكبر بطوله من كذا سنه فاتوا، يعني السنه دي احتار من اكبر مستر اولمبيا من كذا سنه فاتوا، يعني احنا السنه اللي فاتت كنا حوالي عن 16 لاعب بس، السنه صحيح. دي يعني ممكن يكون اكتر من 30 لاعب كمان. طب كابتن حسن، يعني عايزين حضرتك توضح للمشاهدين ازاي اتاهلت. انت طبعا لعبت بطوله بورتوريكو صح ولا انا غلطان؟ لعبت بورتوريكو الاول وبعد كده انا لعبت بطوله ايرلاندو. طيب وتاهلك من بورتوريكو كان شهر كام يا كابتن؟ كانت 20/6. 20/6، انت عندك وقت طويل ما شاء الله بتستعد اهو لمستر اولمبيا، يعني انت من قبل مستر اولمبيا بست شهور وانت عارف ان انت متاهل ليها. انا لعبت اول بطوله كانت 20/6، وثاني بطوله كانت حوالي عن 5/7. بعد كده جيت هنا على كندا بدات التجهيز لاولمبيا. طب كابتن، انا سمعت ان حضرتك يعني غيرت المدرب بتاعك او عملت جهاز يعني جهاز جديد يعني معاون ليك، الكلام ده صح يا كابتن حسن؟ طبعا عشان السنه اللي فاتت انا اتاهلت بالنقط. نعم. يعني كان الموضوع صعب جدا، اضطريت ان انا العب 6 بطولات تقريبا او 7 بطولات عشان اعرف العب مستر اولمبيا. نعم. فاضطريت اتفضل يا كابتن. الموضوع كان صعب جدا، يعني انك ما تروحش فايز من اول مره الموضوع بيكون صعب. فانا يعني الكابتن انا كنت حابه كمدرب كشخص، بس للاسف يعني هو مش عارف يجيب معايا النتيجه اللي المفروض اكون فيها. يعني لسه ما جبتش اخري، لسه المفروض في نتيجه افضل من كده ان انا اوصل لها. فاضطريت ان انا اسيب المدرب واشوف مدرب تاني. هو المدرب عامل زي الدكتور، في دكتور شاطر ممكن يديك روشته مسافه بس تمشي على العلاج كذا يوم تخف، وفي دكتور ممكن تمشي معاه شهور وما تحسش باي نتيجه، ما تحسش باي تغيير. نعم. طب يعني كابتن حسن، الانتقال من مرحله الهواه للمحترفين دي بتبقى مرحله او نقله بتبقى بتخض اللاعب شويه، يعني انت بتبقى في الهواه بتفكر بفكر وبتتعدي اعداد بشكل معين، بعد كده بتروح رايح على المحترفين. النقله دي يعني كلمني عنها، كلمني النقله دي يعني هل عملت لك مشاكل؟ هل خدت فيها وقت ولا هو تطور طبيعي للاعب؟ هو الواحد بيفتكر مثلا لما ياخد كارت الاحتراف يعني خلاص وصل يعني لنهايه الطريق، بس للاسف هو بيبدا مشوار تاني اكبر بكتير. يعني موضوع الاحتراف وموضوع ان يعني الهواء، يعني الهواء ممكن تجهز للبطوله شهرين ثلاثه ممكن تجهز للبطوله، اما العالم الاحتراف انت لازم أن تكون يعني نظام الاكل، نظام تمرينك، نظام حياه. نعم. مش انت بتجهز، مفيش حاجه اسمها تجهيز للبطوله، نظام اكلك، نظام حياتك كله هو صحيح، يعني برنامج انت ماشي عليه ما ينفعش يعني يتغير. يعني كل ما يتغير كل ما يحصل خلل في 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 تقدمك في اللعبه. صحيح. وكابتن برضو يعني انتقل معاك لنقطة تانية، أكيد أنت كلاعب مصري بتشارك في بطولات البرو العالمية كمال أجسام، وأكيد بعد فوز بيج رامي آخر نسختين من مستر أولمبيا ومشاركة 5 لاعبين السنة دي، فأكيد العالم كله أو اللعيبة أو خاصة أمريكا طبعا لأن هي أم هذه اللعبة، شايف إزاي بيبصوا للعيبة المصريين دلوقتي يا كابتن حسن؟ هي معروفة إن يعني الجينات المصرية مش جينات قوية جدا، تمام، بس يعني
رغم لما ادانا لما خد مستر اولمبيا ادانا دفعه كبيره ان احنا ممكن في يوم من الايام ممكن نصبح واحد مننا مستر اولمبيا، فادانا دفعه كبيره ان احنا لازم يعني كنا بنفكر في اللقب ممكن نوصل له ممكن ما نوصلوش. فدلوقتي رغم لما خد مستر اولمبيا ادانا دفعه احنا ممكن في يوم في الايام نوصل له، مفيش حاجه اسمها زي ما كانوا بيقولوا الاول سياسات دوليه ومش عارف ايه. ف يعني رغم ادانا دفعه كبيره ان شاء الله موفق يا كابتن حسن في البطوله اللي جايه باذن الله يا كابتن. شكرا لمستر اسلام وكاس كويت يعني على الدعم اللي هو بيدعمه للشباب المصري، يعني قبل مستر اسلام ما يكون موجود وكاس كويت ما كانش في حد بيتاهل من جوه مصر لمستر اولمبيا. نعم واكيد ده بيدعم يعني بي 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 بيشكل دعم للعيبه كلها، خاصه ان الشباب المصري طبعاً كله بيلعب طبعاً هذه اللعبه يعني. طبعا يعني اللعبه كلها يعني مصاريف يعني كلها، لو انت عاوز توصل طالما وصلت موضوع الاحتراف انت حياتك متسخره للعبه، ما نعم. بتنفعش ما بتعرفش تعمل اي شغل تاني اضافي. نعم انت شغلك انك تاكل وتتمرن وتزق وزن وتعمل دايت وتعمل كارديو، شغلك انك تتمرن بس. نعم كل التحفيز على كل التوفيق لكم كل التوفيق لكم يا كباتن، الموضوع صعب فعلا. انك تحافظ على نظام الاكل وانك تتمرن ده شغلك. نعم. فطبعا لو ما فيش دعم قوي ليك الموضوع يختلف كتير، مش هتعرف يعني لو انت اضطريت تشتغل وتجهز طبعا مش هتجيب النتيجه 100%، هيكون الموضوع صعب انك تتاهل في مستر اولمبيا، انك تخش جوه العشره، انك تخش جوه الخمسه، طبعا كله عشان تجيب مراكز افضل لازم تكون تركيزك قوي. نعم. لازم تكون ماديا مدعوم جدا عشان تعرف صحيح. تركز. صحيح يا كابتن. كابتن حسن بشكرك شكرا جزيلا يعني وكل التوفيق ليك في مستر اولمبيا الجايه كابتن حسن مصطفى.